تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. وكذلك الأطفال لم يشاهدوا فينا وحبوا يحضروا معنا باش يفرحوا كما هاد الأطفال، ما عليهم إلا يتوجهوا الإنترنت على موقعنا عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا وتسجلوا برك شوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وبزاف الأطفال حابين يجوا يحضروا عند عمو يزيد، وعمو يزيد حاب يجيبكم كامل، ولكن شوية على الصبر. كالمعتاد في كل مرة نتكلموا على الأيام العالمية والدولية المهمة. في هذه الفترة يوم 24 جانفي يتزامن مع اليوم العالمي للرياضة النسوية. إذن الأمم المتحدة دارت يوم للرياضة النسوية. على بالكم الرياضة مهمة جدا في حياتنا، والرياضة النسوية مهمة مهمة. ديروا شوية رياضة، ديروا رياضة. إذن لازم ديروا رياضة، لأن العقل السليم في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. يقي. إذن كالمعتاد في أول الحصة نعطيكم لغز. لغز اليوم يقول: كلمة إذا نطقناها فعلنا عكس معناها، ما هي؟ أعيد اللغز: كلمة إذا نطقناها فعلنا عكس معناها، كي ننطقوها راح نديروا العكس تاع المعنى تاعها. يا أخي إذن فكروا إلى غاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب عن اللغز بهذه الطريقة. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا في اللغز إلى غاية نهاية الحصة. وإحنا رايحين دركا نتعرفوا عن شخصية من خلال البحث اللي قامتنا به نور الهدى، والشخصية هذه محمد زعموم. إذن أتفضلي نور الهدى. سبيك على نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على شخصية الشهيد محمد زعموم المعروف باسم سيس صالح، من مواليد نوفمبر 1928 بعين طايو الجزائر. بدأ نشاطه السياسي مبكرا، أصبح عضوا في المنظمة الخاصة مسؤولا عن خلايا بمناطق مختلفة بالقبائل، وقد مكنته وظيفته بالبلدية من مساعدة المناضلين في الحصول على وثائق هوية مزيفة. اعتقل من طرف السلطات الفرنسية وأطلق سراحه في ربيع 1954. انتقل إلى حياة السرية إلى غاية اندلاع الثورة، حيث أشرف على التحضير لها في منطقة القبائل بالتنسيق مع كريم بالقاسم سنة 1956. حكمت عليه السلطات الفرنسية بالإعدام غيابيا. عين عضوا في مجلس الولاية الرابعة ليخلف العقيد سحمد بوغرة على رأس الولاية الرابعة سنة 1957. التحق بتونس لبحث قضية وصول الأسلحة إلى الداخل، وأصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية سنة 1958. وفي الطريق إلى تونس وقع في كمين نصبته قوات الاستعمار، فاستشهد قرب مشادلة البويرة في 20 جويلية 1961. إنا لله وإنا إليه راجعون، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا شكرا نور الهدى. شكرا شكرا شكرا. برافو 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 يا أطفال. مو بيعطيني هذاك الميكرو.
حبيت نسألكم، الطفل لما يديركش حاجة هكذا ويحب يهرب من والديه عند إنسان يتخبى عنده، عند من يهرب يتخبى؟ شكون يهرب لعنده؟ شكون؟ واسمك وليدي؟ محمد. عند من يهرب؟ عند جارو. كاين إنسان قريب وحنين علينا اللي نهربوا لعنده نتخباو عنده، واسمك؟ عماد. عماد، عند من تخباو؟ عند الأب. عند الأب؟ لا 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 لا، كي تحب تتخبى من يمك وباباك، عند من تروح؟ عند الجدة. عند الجدة، واسمك وليدي؟ عمر. عمر. عمر، برافو. نهربوا عند الجدة. إذن عمو يزيد دالكم أغنية جدتي أنت سر بسمتي. يلا تغنوا كامل معي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، ودي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي، ودي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي.
برافو 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 برافو. إذن يا أطفال رحبوا معايا بعمو أمين اللي جانا من مدينة ستيف. تصفيق على عمو أمين. برافو 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 برافو. يا أطفال واش رايكم دركا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الذئب الأحمق والجدة. يلا كملوا معايا. يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الذئب الأحمق والجدة. واحد النهار كانت واحد الجدة كانت تعمل في الحقل، وبنتها خلت لها وليدها حطاتو هكذا وهي تعمل هكذا في الحقل وكامل، بصح وليد هذاك ما حبش، وليد بنتها ما حبش كاع يسكت من البكاء، يبكي يبكي وهي تقول له اسكت يا وليدي خليني نخدم. لا لا يبكي يبكي، عطات له البيبرو ما حب يسكت. قالت له شفتوا بالمرات الام ولا الجده كي تقلق هكذا واش تقول له؟ تقول له اسكت ولادك نرميك الديوبه ياكلوك. وهو كي قالت هكذا دوك نرميك الديوبه ياكلوك، الذئب كان يسمع. اوه قال دوك ترميه لي، دوك ترميه للجده، ترميه للطفل هذا باش ناكلو. قعد يستنى قعد يستنى، الجده كملت الخدمه ديالها وكامل، ومن بعد دخلوا للدار، دخلوا للدار والذئب هذاك يستنى. واحد الذئب كبير كبير هكذا جاز عليه، قال له واش راك دير هنا؟ قال له اروح معايا نروح نصيدو. قال له لا راني نستنى في الفريسه ديالي دوك يرميوها دركا، وانا نستنى فيها والجده سمعتها قال دوك نرميك مع الطاقه.
قال له يا اخي احمق يا اخي، كيفاش الجده هذه راح ترمي لك هذاك الولد؟ لا لا انا سمعتها قالت له دوك نرميك للديب ياكلك. بات هذاك الديب كاع الليل هو يستنى، وغدوه من ذاك الصباح ناضت هذيك الجده وصابت هذاك الطفل مرتاح لانه نام مليح، بدلت الحفاضات ديالو كامل وصبح يلعب. صبحت الجده تلعب معاه وتقول له يا حبيبي نحبك يا عمري كما تقول لكم الجده تاعكم كامل. الديب قعد مخلوع هكذا. اذا عمو يزيد نستخلصوا من هذه الحكايه أن حب الجدة لأحفادها لا حدود له. برافو برافو بوبي. إذن يا أطفال بوبي جيب لنا حكم بزاف ملاح. برافو برافو. يلا يا أطفال درك لحقنا للوقت اللي لازم تجوا لعندي تحكوا لي النكت الجميلة تاعكم. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال يلا تفضل. واسمك؟ أحمد. أحمد واش هي النكتة تاعك أحمد؟ واحد كان يسوق طوموبيل ومادا دار أكسيدون وكي ناض في الكوما حا عينيه ومادا قال له شكون هذاك من لعبي البيضة اللي ضربني؟ هو عم بالو يربحك. برافو. أروحي بنتي. واسمك؟ ملاك. وين تسكني ملاك؟ في هراوة. في هراوة. يلا بنتي احكي لنا النكتة. واحد المرة واحد المرأة كانت تقول لبنتها روحي عند جداتك روحي عند جداتك باش تدي لها شوية ماكلة لخاطرش هاي مريضة. قالت لها ماما راني عيانة وقت نروح عند جداتي. قالت لها بنتي روحي ما عاد هذيك الطفلة ما خداتش راي بنتها. بعد كي خرجت واحد المرة كي خرجت طاحت ما كي بدات تبكي راحت عندي ما قالت لها تستاهلي لخاطش هذيك المرة ما حبيتش تروحي عند جداتك. داكور اوكي بنتي. برافو 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 برافو. يا اطفال الحقنا درك الفقرة الجواب عن اللغز. كلمة إذا نطقناها فعلنا عكس معناها. كلمة إذا نطقناها فعلنا عكس معناها. شو اللي عنده الجواب؟ واسمك بنتي؟ ريحان. وين تسكني؟ شرشري بيتي بعد. أوكي وش هو الجواب؟ السكوت. السكوت. شو اللي عنده جواب آخر؟ الصمود. ها؟ الصمود. الصمود. هذه الكلمة ما كانش ما كيش بعيدة عن المعنى ولكن مشي هكذا. شكون؟ الصمت. الصمت. هي في ثلاثة كان عندكم الجواب. شو هي؟ قالت لي السكوت. انت قلت لي الصمود. اذا هو السكوت ولكن باللغة العربية هو الصمت مش الصمود. يا اخي هو الصمت مش السكوت. اذا تعال هو الصمت. اذا هي الصمت. بوبي اعطينا الهدية تاع صديقنا. روح وليدي تعال. اذا برافو برافو على الجواب. عمو يزيد يهديك قبعة مع عمو يزيد. وكذلك سيدي فيه 22 أغنية إن شاء الله تفيدك لعمو يزيد. تفضل وليدي. العفو العفو وليدي. تفضل تفضل. ودركا الحقنا ركن عيد الميلاد. عيد ميلاد اليوم عندنا عيد ميلاد إيناس 13 سنة. التحقي بنا إيناس وإحنا أصدقائنا يروحوا يجيبوا التورتة الجاتو تاع إيناس وإحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. يلا أروح. عيد ميلادك أحلى عيد رب يكتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي دنيا سنة وتعيش أيامها أفراح.
احلى الاوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيش احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. إذن يا أطفال مع إناس كامل 13 12 10 8 7 5 4 3 2 1. يلا طفي لنا مع إناس قاعد نطفوا معها دركا. برافو 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 برافو. أعطيني الهدية تاعها. إذن إناس بما أنك كنت من اللي بعثوا لنا 5 قسيمات لعلب حليب رامي باش اخترناهم باش يجوا يحتفلوا بعيد ميلادهم. إذن رامي ممول الحصه يهدي لك هذه الهديه اللي هي تابلت كيتس ان شاء الله تستفادي بها. وهذه شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا اطفال قاع كي تخرجوا منها عندكم شهاده لكل واحد باش تحتفظوا بها كذكرى. يا اخي تفضلي بنتي. فوالا اذا ولا ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير. انتظرونا في الاسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشيه على قناتكم الشروق تي في. حبكم يا اطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.